اخبار اليوم. ما بينه وما بين محمد ابراهيم محمد ممدوح هاشم اعتقد هيسيب الاحمر، هيسيب لحسن يسري، ساب لحسن يسري وتصويبه. حسن يسري يجهز على النادي الاهلي في الثواني الاخيره، وهدف قاتل من حسن يسري. 30-29 مشاهدي القراء هي النتيجه، والزمالك يعلنها صراحه بتفوقه على الاحمر، ويعلنها موسم ابيض لنادي الزمالك على النادي الاهلي. حسن يسري والخبره تنهي هذا اللقاء في الثواني الاخيره، وبتنتهي اللقاء 30-29 وفرحه غارمه للاعبي النادي الاهلي. الفرقتين قدموا مباراه طيبه، مباراه جميله فاز فيها نادي الزمالك في اللحظات الاخيره. خبره حسن يسري انهت هذا اللقاء. كابتن احمد سريعا كده تقول حضرتك ايه على الهدف الاخير؟ نقول طبعا خبره السنين زي ما انت كنت بتتكلم، حسن يسري 4 ثواني، كل الناس كانت كل الدفاع كان مركز على احمد الاحمر، اتقلت كوره ناحيه الباك ليفت شاطها بميل بمنتهى الفن والاداء، مبهر في توقيت صعب جدا بيجيب الفوز للزمالك. مبروك لنادي الزمالك وهارد لك النادي الاهلي اللي عمل جيم في منتهى الجمال. شكرا كابتن احمد العطار، شكرا متابعيه في اذاعه نادي الشمس، نلقاكم على خير ان شاء الله في مباراه اخرى. شكرا وسعدت بكم.